خاص مع الأستاذ الكبير الناقد الرياضي الأستاذ حسن المستكاوي، هيتكلم ويحلل مع حضراتكم إن شاء الله الاستعداد لمباراة منتخبنا المصري ومنتخب السنغال. تعالوا نستمتع باللقاء ونرجع لكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم، كلنا مع المنتخب، عايزين نوصل للمرة التانية على التوالي لكأس العالم. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ده يتحقق، والبداية يوم الجمعة الخطوة الأولى مع السنغال في مواجهة السنغال في مباراتين 25 و 29 مارس الحالي. مهم قوي نحن نعمل عرض كويس وقوي في الشوط الأول أو في المباراة الأولى اللي هتكون في استاد القاهرة قدام حوالي 60,000 متفرج، وإن شاء الله يكون الاستاد مليان على الآخر. في الفترة من 24 ل 29 في مصير ست منتخبات عربية أو خمس منتخبات عربية هيتحدد بالنسبة للتأهل لكأس العالم. طبعا مصر، تونس، الجزائر، المغرب من أفريقيا، وعندنا في آسيا طبعا السعودية وقطر اللي تأهلت، وهناك أيضا احتمال يبقى فيه منتخب عربي سابع من الإمارات أو العراق لما يلعبوا أو اللي ياخد المركز الثالث ويتأهل للملحق الأسيوي. يعني إحنا ممكن قوي إن شاء الله نشوف سبع فرق عربية في كأس العالم 2022. خلينا في المهم، مباراة السنغال الأولى اللي هي يوم الجمعة إن شاء الله، ومباراة قبل مباراة العودة اللي هتكون يوم 29 في السنغال. طبعا احنا عارفين القائمة، كلنا عارفين القائمة، وعارفين ان كيروش استبعد سبع لعيبة من اللي لعبوا في كاس العرب واللي لعبوا في الامم الافريقية، واختار 23 لعيب، واستبعد برضو لعيبة انتوا كلكم سألتوا عنهم، وخصوصا شريف وعبد القادر. واضح قوي ان الراجل له وجهة نظر تكتيكية بيلعب بيها باستمرار، وهو عنده مجموعة من العناصر الأساسية اللي بيشارك بيهم في اللي شارك بيهم في كأس الأمم أو في كأس العرب قبل كأس الأمم الأفريقية. العناصر الأساسية معروفة. أنا بشوف دلوقتي أن العقدة اللي هتكون قدام المنتخب في مباراة يوم الجمعة تشكيل خط الوسط، لكن خلينا نقول أنا هقول تصوري للتشكيل أو ما أظن أنه كارلوس كيروش هيلعب بيه. الشناوي طبعا أكيد حراسة المرمى، وقلبي الدفاع أو قلبي الدفاع الونش وعبد المنعم، يمين عمر كمال، شمال فتوح. الاختيارات ضمن اختيارات كيروش عمر جابر طبعا وأيمن أشرف، وأنا بقول أن أيمن أشرف احتياطي لفتوح أو هيكون أحد البدلاء اللي ممكن يلعب بيه باك شمال أو يلعب بيه كمان في وسط الملعب، ده احتمال يعني، وخصوصا هناك في السنغال. وسط الملعب هو العودة، يا ترى هيبتدي بحمدي فتحي والسولية والنني، ولا بحمدي فتحي أو السولية والنني وتريزيجيه؟ ده هو ده اللغز اللي أنا بأظن أنه هو سؤال المباراة يوم الجمعة، لأن الهجوم خط الهجوم معروف هو مين، وهتكلم طبعا على أفشة، بس حول خط الهجوم، خط الهجوم مرموش ومحمد مصطفى، مصطفى محمد ومحمد صلاح، فيش خلاف على ده على ما أعتقد يعني. طب أفشة هل هيغير الطريقة اللي بنلعب بيها وهي 4-3-3 عشان تبقى 4-2-1-3 عشان أفشة يكون صانع ألعاب؟ هل ممكن يستعين بأفشة في وسط الملعب عشان يعني بطريقة 4-3-3؟ أعتقد أن التجارب اللي قبل كده ما كانتش ناجحة قوي في طريقة 4-3-3 سواء مع عبد الله السعيد أو مع أفشة، إنما بالتأكيد هو اختار أفشة لأن اعتزال عبد الله السعيد دوليا خلى منتخب مصر يحتاج إلى صانع ألعاب ينقل الكرة بسرعة جدا من ملعبنا إلى ملعب الفريق المنافس بلمسات ورؤية ساحرة إلى يعني التلت الأخير من الملعب، وأفشة بيتميز بده. طب هو ليه استبعد شريف؟ عشان الالتحامات
وعشان مش دي المباريات الافريقيه غالبا ما بيبقاش فيها مساحات، وسرعه شريف هي سلاحه الاول في المساحات. طب عبد القادر، طب عبد القادر بيلعب في المساحات الضيقه وبيجيد وتالق في اخر مباراه للاهلي ويسجل هدف جميل جدا في مرمى المريخ السوداني في المساحات الضيقه. هل ده سبب بيخليه يبقى موجود في المنتخب، ولا هو ايضا برضه بيركز على خبرات لاعبته وعلى اللعب المباشر التكتيكي الدفاعي اللي فيه يعني فيش فيه مسك كوره كتير؟ طب مرموش احيانا بيمسك كوره كتير احيانا. الحقيقه ده يعني انا مش بطالب طبعا كيروش الان ان هو يرد على اختياراته، هو حر طبعا، هو المسؤول رقم واحد، هو قال لنا قبل كده او ادانا دروس من ضمنها ان اختياراتي غالبا بتبقى صحيحه، وجهه نظره بتبقى صحيحه، بدليل انه لعب نهائي الامم الافريقيه. انا عارف طبعا دلوقتي ان في ناس هتقول الله طب ده السنغال فريق قوي. اه طبعا فريق قوي اكيد، ونبقى بنضحك على نفسنا لو تصورنا انها مباراه سهله. هو فريق قوي عنده لعيبه محترفين، عنده 22 لعيب من القائمه بتاعته محترفين ما عدا لاعب واحد حارس مرمى ضمه مؤخرا سيسي. ف يعني طب احنا كم محترف؟ احنا 4 5. ما تقلقوش، اولا احنا لعبنا مع السنغال نهائي الامم الافريقيه والسنغال كسبت بضربات الجزاء الترجيحيه، يعني كنا متعادلين حتى اخر دقيقه. احنا بنلعب بطريقه وباسلوب وهم بيلعبوا بطريقه وباسلوب، وكل فرق العالم عندها طرق معينه بتناسب قدرات وامكانيات لاعبتها. احنا بنلعب بالامكانيات بتاعتنا التي تناسب قدرات اللعيبه المصريين، وبنعمل ايه؟ وصلنا الى النهائي قدام السنغال والسنغال كسبت بركلات الترجيح. طب ايه رايكم ان احنا خدنا كاس الامم الافريقيه 3 مرات ورا بعض، مره باربعه محترفين، مره بثلاثه، مره باثنين محترفين في 2010، ومع ذلك كسبنا مين؟ كسبنا الكاميرون وكوت ديفوار والعديد من الفرق الافريقيه اللي كل القايمه بتاعتها عباره عن 23 لعيب محترف. طب احنا لو شاورنا على السنغال، السنغال فرقه اكيد قويه عندها لعيبه مميزه جدا. التميز هشاور عليه في ساديو ماني طبعا ليفربول، و ديالو باريس سان جيرمان، كوليبالي نابولي، توري ميلان، ادريسا جاي سان جيرمان، اسماعيل اسار واتفورد، والباقيين طبعا كلهم محترفين. انما هو فريق بيتميز بالقوه البدنيه وبيجمع مع القوه البدنيه دي المهارات الفرديه العاليه جدا والرشاقه. ازاي الاجسام الكبيره دي بتلعب بهذه الخفه والرشاقه مع القوه اللي هم بيتميزوا بيها؟ بس انا بشوف ان منتخب مصر تكتيكيا متوازن ذكي، بيلعب بسلاحه الاول هذا الذكاء التكتيكي. القدرات البدنيه عندنا يمكن ما تبقاش زي السنغاليين، انما احنا عندنا حاجات تخلينا نبقى ند للسنغاليين. ان شاء الله نعدي المباراه دي وان شاء الله نحقق فيها نتيجه كويسه بالمسانده اللي انا شايفها جدا يعني واضحه قوي في الاقبال الجماهيري على مشاهده المباراه في الملعب. عندنا لعيبه كويسه، عندنا واحد من احسن لعيبه العالم محمد صلاح، سلاحه مهاراته وابداعه واللي بيقدر يعمل بيه مفاجآت كبيره جدا، وان شاء الله تكون يعني هذه المباراه بيقدم فيها صلاح جزء من هذه المفاجآت اللي دايما بيبهر بيها جمهور ليفربول وجمهور جماهير الكره في العالم كله. الكره لعبه سهله قوي على فكره، واحيانا الفرق الكبيره بتعمل حاجات صعبه واحنا بنستغرب ازاي بتقدر تعمل ده في ملعب في وسط صراع في وسط مساحات ضيقه. ان شاء الله منتخب مصر يقدر يعمل ده، يقدر يتجاوز
الشوط الاول قدام السنغال في القاهره ونسجل هدف واثنين، نقول ثلاثه كمان يا ريت، بس خلينا نقول ان احنا لازم نكسب اولا وبعد كده نفكر في الشوط الثاني. الوقت ضيق قوي ما بين المباراتين، وده من اسباب، اظن انه من اسباب ان كيروش هيعتمد بالدرجه الاولى على اللعيبه اللي شاركت في كاس الامم الافريقيه. دعواتكم للمنتخب وبالتوفيق باذن الله، ونعدي الشوط الاول والمباراه الاولى وبالتوفيق مره ثانيه، ودعائكم وتشجيعكم لمنتخب مصر، ونتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله.